كم الف عافية هنكمل تجارتنا مع رب العالمين بالفيديو الرابع من الشرح السريع لشابتر الجهاز العصبي طبعا هذا الشرح السريع للشغلات المحددة معاكم في فصل الصيف 2024 تمام اللي هي رح تكون حسب الكلام اللي وصلني من الطلاب حسب اللي صوروا لي هو فقط اللي رح يكون داخل معاكم بإذن الله تعالى ضمن مادة الفاينل طبعا في فصل الصيف 2024 يعني بالفصول اللي بعده اللي رح يحضر هاي الفيديوهات والفصول اللي بعدها تستفيد جدا لأنه هاي أهم الأشياء ولكن ممكن مش هي لحالها تكون داخله معك، ولكن هاي بتوقع من حد علمي هي تقريبا 95% من الماده تمام للفصول القادمه، اما بهذا الفصل الصيفي هي 100% من الماده باذن الله تعالى على حسب ما خبروني الطلاب باذن الله، والله يجزيهم كل خير اللي خبروني وصوروا لي التحديد اللي عندهم على ستريداتهم. طيب خلينا نبلش على السريع معكم اخوكم محمد ابو العز من صفحته موقع ابو العز بيولوجي طبعا انا مش عارف بعيد كل مره نفسي اسجله هيك اسجله على راديو اللي انا بعيد لانه بحسه اصعب اشي بالفيديوهات اللي انا بشرحها <applause> بتعب وانا قاعد <كحاد> بعيد <applause> المهم هنبلش على السريع وكل عادي طلعت سكريبتشن راح تلاقوا تفصيل عن دورة المادة حتى التلخيص أنا بشرح لكم منه هو ضمن الدورة في جوزات في أسئلة تسبان في صدات درجمة في كثير شغلات ضمن الدورة بإذن الله تعالى مش بس للجهاز العصبي إذا كل الجباتر وبسعر شبه مجاني طيب خلينا نبلش على السريع بالبداية رح نحكي بهذا الفيديو عن الجزء الرابع من التشابتر اللي هو بيحكي عن السبينال كورد الحبل الشوكي طبعا الحبل الشوكي شو هو هو بكون مرتبط مع الدماغ الدماغ اخر منطقة فيه المدلة اوبلينجاتا هي اللي بتربط الدماغ بالحبل الشوكي تمام طيب فالحبل الشوكي هو بيربط الدماغ باثوي طريق بيربط الدماغ مع البيرفرال نيرف سيستم مع الاعصاب الطرفية اللي بتكون سبانال نيرف اللي بتكون متصلة مع الحبل الشوكي كيف هيدا تتواصل مع الدماغ عن طريق الحبل الشوكي اللي بربطهم سويا <applause> بنفس الوقت هو الحبل الشوكي يقوم ببعض المع... يعني ببعض الوظائف اللي بدون ما العوده للدماغ يعني بيعالج معلومات بدون العوده للدماغ بالعاده المعلومات اللي اللي بيعالجها بنسميها ريفلكسز ردود الافعال <applause> طبعا الشكل وهي مش... انتم مش مطالبين فيه اللي انتم مطالبين انت تعرفوه من عند هاي النقطه تعرفوا انه الحبل الشوكي مقسم ل 31 سيجمنت قطعه هاي كل قطعه بيكون يخرج منها على اليمين وعلى اليسار اعصاب فكل قطعه يخرج منها زوج من الاعصاب واحد على اليمين وواحد على اليسار تمام فصار في عندي 31 عصب مهم نعرف العدد 31 زوج بير من الاعصاب الايش الشوكيه بتنشا من هذول ال 31 سيجمنت اللي بشكله الحبل الشوكي هذول ال 31 سيجمنت موجودات في خمس مناطق مختلفه فمثلا المنطقه الاولى اللي بتكون عند العنق هاي تمام نحكي لها السيرفيكال هاي بيكون فيها تقريبا ثمانية سيجمنت سي من سي1 لسي8 تمام يعني يعني بيكون فيها ثمان ازواج من الاعصاب الشوكيه الطرفيه هاي المنطقه مثلا من هون لغايه آه آه تقريبا لغايه هون تمام هاي بنسميها من منطقة الثوريكس المنطقة الصدرية بيكون فيها 12 سيجمنت ب 12 زوج من الاعصاب الطرفيه هاي المنطقه مثلا آه رح نسميها اللي هي اللمبر بكون فيها تقريبا خمس سيجمنت من آه ومع خمس ازواج طرفيه في عندي منطقه اللي تحتها بنسميها الساكرال بكون فيها برضو خمس سيجمنت مع خمس ازواج اعصاب طرفيه واخر منطقه بنسميها الكوكي الكوكيال يعني المنطقه الذيليه وهي بكون فيها زوج واحد من الاعصاب سيجمنت واحده بزوج واحد من الاعصاب طبعا الحبل الشوكي مش كله هذا طوله تمام هاي احنا هو الحبل الشوكي بنتهي هون تمام بالالوان او بالالتو بكون انتهى الحبل الشوكي بهاي المنطقه والباقي الاعصاب بتطلع منه تنشا منه للاسفل تمام طيب أه طبعا هياتهم كل منطقة وعدد السيجمنت وعدد السيجمنت هو نفسه عدد السباينال نيرفز الاعصاب الطرفية الموجودة عندنا طبعا الحبل الشوكي له خلينا نحكي دياميتر محدد ومعين تمام له 14 ملم اتوقع انه مطالبين انتم فيه ولكن في عندنا منطقتين تمام في الحبل الشوكي بكون فيهم انلارجمنت يعني بكون الدياميتر العرض إلهم شو اوسع او او اكبر منطقه في في السيرفيكال ومنطقه في اللمبر فالانتفاخ الاول نحكي له السير... السيرفيكال enlargement هياته هون موجود والانتفاخ الثاني بنحكي له lumbar enlargement عنده بكون حبل الشوكي اعرض او انصح من باقي اجزاء الحبل الشوكي طبعا المنطقة او نهاية الحبل الشوكي بتكون بوينتد بتكون مدببة نهاية الحبل الشوكي بتكون مدببة وطبعا في هاي المعلومه ما شفت عليها تحديد صدقا بس بعرف انها من المعلومات المهمه انه بكون في عندنا خلينا اذكرها من باب العلم بالشيء انه تحت الحبل الشوكي بكون في عندنا هنا مجموعه اعصاب قلت لكم ناشئه من بالنهايه الحبل الشوكي هاي بكون اسمها كوادا اكوينا كوادا اكوينا طيب اللي بعده أه هسا بدنا نشوف هذا الحبل الشوكي عرفنا تضاريسه الخارجية عرفنا انه هو بكون متصل مع اعصاب طرفية مع سباينال نيرف هسا هون بدنا نشوف نقطة اتصال السباينال نيرف مع الحبل الشوكي مهم نعرفها كيف بكون شكلها هسا نقطة الاتصال بالعادة ننزل على الصورة اللي هون هاي بتمثل لي نقطة الاتصال شوفوا كيف كل عصب طرفي قلنا زوج الاعصاب الطرفي واحد على اليمين وواحد على اليسار هسه واحد مثلا نيجي ناخذ اللي على اليمين لاحظوا انه العصب هات هيك العصب جاي ومتفرع طرفين كل طرف بنحكي له روت تمام فصار في عندي طرف روت وطرف ثاني روت ثاني طبعا هذول الروتس بنسميهم بناء على المنطقه اللي هم مرتبطين فيها يعني هذا الروت متصل مع الجزء الخلفي من الحبل الشوكي فبنحكي عنه دورسال روت وهذا الروت متصل مع الجزء الامامي من الحبل الشوكي فبنحكي عنه الفنترال روت فصار في عندي تو روت دورسال وفنترال هذول التو روت الدورسال والفنترال بتجمعوا مع بعض وبشكلوا لي العصب الواحد وهذا العصب بيروح على اي جزء من اعضاء الجسم طيب شو بكون موجود في الدورسال شو موجود بالفنترال طبعا الاعصاب الشوكيه السباينال نيرف هي تعتبر ميكس نيرف يعني شو ميكس نيرف يعني هاي نيرف اعصاب بكون داخلها أكزون لا خلايا عصبية سنسوري وآكزون لخلايا عصبية موتور يعني لو في إشارة سنسوري تنتقل من أعضاء الجسم للحبل الشوكي تمام راح تنتقل عبر هذا العصب بالسنسوري اكزون داخل او من خلال السنسوري اكزون الموجودات في العصب ولو كان في عندي اشاره موتور بدها تنتقل من الحبل الشوكي الى اعضاء الجسم هتنتقل الاشاره داخل نفس العصب ولكن بالموتور فايبر يعني هذا العصب زي كانه كيبل بيكون فيه الـ ناخذ مثلا باللون الازرق الموتور فايبر ونأخذ مثلا باللون الأصفر السنسوري فايبر أو العكس نأخذ هون السنسوري ونأخذ من الجهة الثانية الموتور هنعرف هسه ليش من هون الموتور تمام فالعصب فيه موتر اكزون آه وفيه سنسوري اكزون المعلومات الحسية هتمشي من خلال السنسوري اللي قلناه باللون الأصفر هظلها ماشية وتوصل للحبل الشوكي والمعلومات الموتور هتطلع من برضه من الحبل الشوكي وتظلها ماشية داخل نفس العصب ولكن من خلال الاكزون موتور وتروح للاعضاء يعني الخاصة او الاعضاء اللي, اللي اللي لازم تستجيب للافكتور طيب هسا هذول الموتور والسنسوري فايبر تمام اه كل وحدة بتروح على روت شكل يعني مثلا الدورسال روت الدورسال روت هو بكون فيها بس سنسوري والفنترال روت بكون فيها بس متر تمام فالدورسال روت بكون سنسوري والفينترال روت موتور فالمعلومات من الفنترال روت الموتور تمام راح تمشي والمعلومات السنسوري هتمشي من خلال الدورسال روت وبالنهايه الفنترال روت والدورسال روت الاثنين بشكلوا لي ايش العصب العصب اللي بكون ميكس بكون ميكس من الاكزون السنسوري اللي جاية من الدورسال روت والاكزون الموتور اللي جاي من الفنترال روت فتخيلوا بكون طالع من العصب دورسال روت كل اللي فيه سنسوري فينترال روت كل اللي فيه موتور تمام بتشابكوا مع بعض بشكلوا لي عصب واحد فيه دورسال وفيه او فيه الموتور وفيه السنسوري سوا بهذه الطريقة فاللي لازم نعرف هون اول اشي انه التوروت روت هذولا الدورسال روت يعتبر سنسوري والفنترال روت موتور هاي مهم هاي المعلومة مهمة الدورسال روت بكون فيه السنسوري فايبر والفنترال روت بكون فيه الموتور فايبر الدورسال روت بكون متصل مع السبينال كورد سبينال كورد من الخلف من الدورسال فيس اما الفنترال روت بكون متصل مع السبينال كورد مع الفنترال فيس من الجزء الامامي طبعا الزيادة بدنا نعرفه انه بالدورسال روت بكون في عندنا جنجيليا اللي تجمع للسيل بادي. هذا الاشي ما بنشوفه بشكل واضح بالفنترال روت فعندي انا في الدورسال روت اشي اسمه الدورسال روت جنجيليا اللي هي بتكون تحتوي على السنسوري سيل بادي. طيب طبعا هذول الروت بيرتبطوا مع بعض وبشكلوا عندي السباينال لير اللي بيكون ميكس بيكون فيه سنسوري اند موتور فايبر طبعا التشريح الداخلي هذا انا لاحظت انه هو مش مطالبين انتم فيه يعني مش يعني محدد انه محذوف عندكم ونفس الاشي هون اللي هو بنحكي عن الوايت ماتر والهاي الشغلات هاي محذوفه من عندكم طيب هنيجي هسه على موضوع ثاني بنحكي له الباثوي احنا عرفنا السبانال نيرف الحبل الشوكي هو شو هو يعتبر لينك اه باثوي او لينك باثوي طريق ربط بربط ما بين الدماغ وما بين البريفرال نيرف سيستم اللي هم سبانال نيرف تمام فبدنا نحكي شوي عن الباثوي عن المسارات العصبيه الموجوده داخل سنتر نيرفس سيستم يعني المعلومه العصبيه الحسيه مثلا لما توصل لعند الحبل الشوكي تمام بتوصل عبر سنسوري بريفر نيرفس سيستم طب داخل الحبل الشوكي لازم تمشي بمسارات تنا توصل للدماغ تنو يحللها الدماغ تنو يستلمها المخ قلنا مين بيستلم الاشاره الحسيه بالمخ البرايمري سنسوري كورتكس مين اللي بيحللها اللي هو الاسوسيشن اريا زي ما احنا عارفين طيب نفس الإشي لو أنا عندي آه خلينا نحكي استجابة مين بصدر الاستجابة بقررها اللي هو البري فرونتال كورتكس مين اللي بينظمها الموتور اسوسيشن اريا مين اللي بيرسلها يا بتطلع من من عنده هو المسؤول عن ارسالها البرايمري موتور كورتكس طيب من البرايمري موتور كورتكس رح تطلع تمام تنها توصل لوين تنها توصل مثلا للحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي بتنتقل عبر الاعصاب الشوكيه الطرفيه لاعضاء الجسم آه فلازم يكون في مسار يربط المخ او قشره المخ البرايمري موتور كورتكس والبرايمري سنسوري كورتكس يربطهم مع السباينال كورد هذا المسار بنحكي له الباثويز هاي المسارات العصبيه اللي داخل السنترال نيرف سيستم هاي الباثوي اللي بتربط الدماغ مع آه خلينا نحكي مع البريفرال Nervous سيستم عن طريق انها تربط الدماغ مع السباينال كورد فهي بتوصل الدماغ بالسباينال كورد لغايه البريفرال Nervous سيستم طيب هسا في عندنا نوعين في عنا نوع بيكون سنسوري اه يعني راح يوصل المعلومات للمخ لعند البرايمر سنسوري اريا وفي نوع راح يكون من المسارات موتور راح ياخذ الاوامر من البرايمري موتور اريا ويمشي فيها عبر اجزاء الدماغ وعبر الحبل الشوكي تنها توصل للبريفرا سيستم اه هسا جزء الباثوي المسارات السنسوري بنحكي لها الصاعدة لان الاشارة رح تصعد مع الحبل الشوكي تنها توصل للمخ فوق اما الموتور باثوي بنحكي له الهابط لأنه المعلومات رح تنزل من المخ تمام عبر هاي المسارات الى الحبل الشوكي وبعدين بتطلع مع الاعصاب الطرفيه فعندنا مسارات داخل الـ Central Nervous System صاعده حسيه وهابطه بتكون متر. فهون السنسوري باثوي بلش فيهم فيها هم Ascending Pathway، بينقلوا لي المعلومات من الـ Peripheral Nervous إلى الدماغ عبر الحبل الشوكي. طيب، هسا هاي المسارات عندنا ثلاث أنواع من المسارات. عندنا اول مسار بنحكي له البوسترور كولوم هذا اهم إشي وفي مسار اسمه سباينو ثالاميك ومن اسمه سباينو فهو بكون اكثر شيء العلاقة بالحبل الشوكي والثلامس والمسار الثالث اسمه سباينو سيريبرال سيريبيلر بكون له علاقه بالحبل الشوكي والمخيخ مش المخ تمام هذول المسارين مش مهمات كثير المسار المهم اللي هو هذا البوستيرير كولوم اللي هو بيربط الحبل الشوكي مع المخ مباشره هذا المسار بنقل لي معلومات حسيه طبعا حسيه ايش اي نوع من المعلومات الحسيه اللي هي مثلا المعلومات الخاصه باللمس التاتش البرشر الضغط اضغط على شيء المس شيء فايبريشن الاهتزاز بروبريوسبشن اللي هو عضلات الجسم مفاصل الجسم كل هاي الإشارات الحسية بتنتقل عبر هذا البوستر كولوم مهمة هالمعلومة طبعا خلال البوستر كولوم في عنا خطوات الخطوات أنا لاحظت أنه ما فيش عليها تحديد عندكم بس أنا بدي أذكرها على السريع من باب الإيش العلم بالشيء بس على السريع عشان بخاف أنها تكون مذكورة الخطوات تمام او هذا المسار مكون من ثلاث من ثلاث نيورون ثلاث خلايا عصبيه خليه هتنقل اشاره عصبيه على طول الحبل الشوكي هاي الفيرست اوردر نيورون هذا النيورون الاول الخليه الثانيه راح تكون موجوده في المظله اوبلينجاتا اخر جزء من الدماغ جزء بيربط الدماغ بالحبل الشوكي تمام هتنقل الاشاره وتعكسها تعكس اتجاهها من اليمين لليسار او من اليسار لليمين المهم هتعمل كروس اوفر تعكس الاتجاه فهي بتعمل كروس اوفر وبتنقل الاشارة من الميدلة لوين لسكرتيرة الدماغ لا الثلمس والثلمس رح يكون فيه الخلية الثالثة الثيرد اوردر اللي رح تنقل الاشارة من منه من الثلمس الى المخ الى البرايمر سنسوري كورتكس في المخ فثلاث خلايا عصبية ذكرتهم على السريع من باب العلم بالشيء وهون طبعا مكتوب المعلومات عنهم الخلية الأولى بتنقل المعلومات على طول الحبل الشوكي للمدلة، الثانية بتاخذ المعلومات من المدلة بتعمل كروس اوفر بتغير الاتجاه من اليمين لليسار أو اليسار لليمين بتعمل شيفت تمام؟ بعدين بتنقل المعلومات للثلمس والخلية الثالثة هتاخذ المعلومات من الثلمس وتوصلها للسيربرم للمخ بالتحديد للبرايمري سنسوري اريا. طيب طبعا في شغلة مهمة أخيرا بدنا نحكي عنها وهي مهمة هاي مهمة وانتو بطالبين فيها انه هاي البرايمري سنسوري كورتكس او اريا اللي هي حساسة لكل اشي بصير في الجسد في العضلات في الجلد تمام آه، هاي البرايمري سنسوري كورتكس هي طويل هي على طول جايرس كامل زي ما احنا شرحنا تمام ولكن آه، مقسمة لأجزاء يعني كيف؟ يعني كل جزء حساس لعضو معين في الجسم فمثلا القدم هذا الجزء من الكورتكس هو اللي بيكون حساس للقدم هذا الجزء من الكورتكس حساس للكتف هذا حساس للإيد هذا حساس للوجه تمام؟ لهيك العلماء رسموا خريطة تمام رسمة زي ما انتم شايفين حوالين الكورتكس هاي الرسمة بتفرجينا كل عضو وشو المنطقة من الكورتكس المسؤولة عنه على الإحساس فيه تمام هاي الرسمه بنسميها السنسوري هومونيكلاس او هومونكلاس سنسوري ليش سنسوري لان هي هي خريطه للبرايمري سنسوري كورتكس تمام فبنسميها سنسوري هومينكلاس طيب وبنلاحظ انه حجم الاعضاء بكون متفاوت فشوفوا حجم الايد شوفوا حجم الاجر ليش بناء على عدد المستقبلات الريسبتور الموجوده في هذا العضو فالايد فيها ريسبتورز كثير عشان هيك رسموها كبيره والقدم فيها ريسبتورز اقل فرسموها صغيره فهنا السنسوري هومنكلس هي خريطه للجسم اعضاء الجسم مع كل عضو وايش الجزء من الكورتكس اللي بتحكم فيه او الحساس حساس له وطبعا حجم الاعضاء بتناسب بالرسمه بتناسب مع الايش آه عدد او نمبر اوف سنسور ريسبتور مع عدد الريسبتور المستقبلات الموجودين في هذا العضو بنيجي هسا على الموتور باثوي الموتور باثوي اللي هم يعتبروا ايش مسارات الموتور بنحكي لهم الديسيندنج باثوي المسارات الهابطه اللي طبعا بتنقل لي المعلومات من الدماغ الى البريفرال نيرف سيستم تمام عبر طبعا الحبل الشوكي طبعا الموتور باثوي في عندنا نوعين النوع الاول بنحكي له الكورتيكو سباينال باثوي او البريميدال سيستم مهم نعرف الاسمين والنوع الثاني بنحكي له الميدل اند لاتيرال او الاكسترا بريميدال سيستم مش مهم كثير المهم النوع الاول النوع الاول بدنا نعرف انه هو بنقل لي المعلومات او بنقل لي الاوامر الإرادية يعني العضلات الهيكليه حرك ايدي مثلا بارادتي وهي المعلومات بالعاده بتكون كونشس بتكون واعي يعني انا واعي اني قاعد بحرك ايدي ارادتي وبوعي تمام طيب وبالعادة زي ما صار عندي بالسنسوري باثوي صار في عندي شفت احنا زي ما شفت او كروس اوفر من اليمين لليسار فهون نفس الاشي لازم يصير لازم يصير عندي شفت او كروس اوفر فلو تم اصدار هاي الاستجابة من المخ الايسر لازم يصير شفت وتروح الاستجابة لليمين عشان توصل للجزء للعضو اللي, موجود في الجزء الأيمن لأنه المخ الأيسر بتحكم في الجزء الأيمن من الجسم والمخ الأيمن في الجزء الأيسر فلازم هذا الشفت يصير لازم هذا الشفت يصير بالإحساس ولازم هذا الشفت كمان يصير أو الكروس أوفر يصير كمان بالاستجابة طبعا الخطوات زي ما حكيت لكم انا ما لاحظتش أنها هي مثلا عليها تحديد بس راح اذكرها من باب العلم بالشيء من باب الاضمن والاحسن فانا هنا عندي إن تو نيورون في هذا المسار النيورون الاول له وظيفتين والثاني له وظيفه واحده النيورون الاول شوفوا بيكون مربوط مع البرايمري موتور موتور ركزوا موتور كورتكس تمام راح ياخذ الاستجابه من البرايمري موتور وينقلها بسرعه لوين ينقلها الى البرين ستيم او الى الإسبان كورد تمام ويعمل شيفت هو لحاله يعمل الشيفت او الكروسنج اوفر من اليمين لليسار او اليسار لليمين تمام وهذا الكروسنج اوفر او الشيفت راح يصير بالبرين او ممكن يصير بالسبينال كورد عادي تمام فبنقل بنقل المعلومات وبعمل شيفت يا يعني للبرين ستيم او بالبرين ستيم يا انه بالسباينال كورد فهاي هي وظيفه الوظيفتين اللي له نقل للسباينال كورد او للبرين ستيم وانه يعمل الشفت او الكروس اوفر في البرين ستيم او في السبانال كورد شو اسم هذا النيورون نحكي عنه الابر نيورون طيب النيورون الثاني هو اللور نيورون في هذا المسار هذا النيورون بكون هو اللي بشكل لي العصب الطرفي يعني هو السلبد اللي له بيكون موجود في السنترال نيرف system صح في الإسبان كورد او في البرين ستيم ولكن الاكزون اللي له بيكون بيشكل لي مين بيشكل لي العصب الطرفي طبعا اذا كان النيورون في السيلبا دي له في البرين ستيم العصب الطرفي راح يكون ناشئ من وين من الدماغ يعني كرينيال نيرف واذا كان السيلبادي إيه لهذا النيورون في السبانال كورد فالعصب الطرفي شو راح يكون ناشئ من السبانال كورد يعني عصب شو اسمه سبانال نيرف عصب شوكي اياته فهنا مثلا لو كان عصب دماغي هتوصل اشاره الى النيورون السيل بدي وبعدين راح تنتقل عبر العصب الدماغي واذا كان عصب طرفي راح توصل اشاره للسبانال كورد السيل بدي بالسبانال كورد تنتقل هاي الاشاره عبر ال العصب الطرف السبينال نيرف ولاحظوا كيف انتقلت عبر ايش عبر الفنترال روت ولا عبر الفنترال كيف عرفت انه فنترال اول شيء لانه متصل مع الظهر او مع بطن مع الجزء الامامي من السبانال كورد كمان انه الدورسال بيكون فيه جانجيليا الفنترال ما نشوفش فيه جانجيليا ما في جانجيليا وطبعا زي ما احنا شايفين الدورسال والفنترال الاثنين بيتجمعوا مع بعض وبشكلوا لي العصب الواحد طبعا هاي المعلومات اللي انا حكيت لكم اياها النيورون الاول بنقل المعلومات للبرين ستيم او السبانال كورد والوظيفه الثانيه انه بيعمل لي كروس تو اوبوزيت سايد بيعمل الشفت من اليمين لليسار او اليسار لليمين اما ال اللور نيورون فهو اللي خلينا نحكي بينقل المعلومات الى الكرينيال او السبانال نيرف الى العصب الشوكي او العصب الدماغي هو بكون بشكل الاكزون اللي فيه بشكل العصب الدماغي او العصب الشوكي طبعا لازم نعرف شو يعني موتور هومن كلاس زي ما عرفنا السنسوري هومن كلاس يعني في عندنا العلماء رسموا كمان خريطة للبرايمري موتور كورتكس زي ما رسموا للسنسوري موتور كورتكس طبعا هون البرايمري موتور كورتكس كل جزء من البرايمري موتور كورتكس بتحكم بجزء من أجزاء الجسم ونفس الشيء الحجم الأجزاء بالرسمة بتناسب مع عدد إيش هالمرة مع عدد الموتور يونت مع عدد الوحدات الحركية الموجودة في كل عضو الوحدات العصبية الموجودة في كل عضو أو الوحدات الحركية فالموتور هومنكلس هو خريطة موتور مش هو خريطة تمام بتبين لكل عضو وشو الجزء المتحكم منها في الكورتكس وطبعا حجم الأعضاء بتناسب مع الموتور يونت الوحدات الحركية في كل عضو تمام هنا موتور هومنكلس الحجم بتناسب مع الموتور يونت. هناك سنسوري هومين كلاس الحجم بتناسب مع عدد المستقبلات الحسية أنا أحكي عن آخر شيء أو آخر موضوع في هذا الجزء هو الرفلكسز ردود الأفعال قلنا كمان وظيفة ثانية للحبل الشوكي أنه يعمل لي ريفلكسز ردود أفعال بالنسبة لردود الأفعال أول إشي لازم نعرف أن ردود الأفعال هي استجابة سريعة تمام ومتوقعة لأمر معين مثلا حطيت إيدي على إشي سخن فسحبت إيدي مباشرة تمام هذا الامر المسؤول عنه عاده الحبل الشوكي تمام وبتكون انفولنتري لا اراديه صح اللي فيها عضلاتي عضلات ايدي اللي هي العضلات الهيكليه الاراديه ولكن رده الفعل راح تكون رده لا اراديه تمام اوتوماتيك بتصير بشكل اوتوماتيكي مخزن بالحبل الشوكي طبعا اهم شيء بدنا نعرفه عن هذا الموضوع آه طبعا عملية هاي ردود الأفعال بتصير بمسار معين اللي أنا لاحظته أو اللي أنا شفته إنه هذا المسار طبعا بنسميه ريفلكسز أرك اللي هي الخطوات اللي رح تصير فيها عملية الريفلكسس أنا لاحظت إنه هاي الخطوات عندكم محذوفة وشفت عليها علامة إكس بس أنا بحس هذا الموضوع من المواضيع المهمة لهيك رح أذكره بشكل سريع جدا في حالة إنه إجالكم بالامتحان تمام كنت أنا غلطان وما كانش محذوف هي انتم بتكونوا عارفينه فبالعاده انا حطيت ايدي على إشي يعني مثلا حار او حامي او سخن في مستقبلات رح تحس في عندي سنسوري نيورون او سنسوري peripheral نيرف سيستم هينقل الاشاره لوين للحبل الشوكي في عندي جوا الحبل الشوكي انتر نيورون. تمام اللي هم النيورونز الموجودات في سنتر نيرف سيستم هيعالجوا المعلومات بعدين رح يصدروا الاستجابه اني اسحب ايدي هاي الاستجابة رح تنقل عبر موتور نيورون من الموتور بريفرا نيرفا سيستم وتوصل للعضو الافكتور اللي هي ايدي تمام والعضو شو العضو شو يعمل يستجيب يقوم او او ينسحب عن الشيء السخن طبعا الريفلكسز في منها انواع طبعا هذا النوع الاول بنحكي له المونو ساينابتيك وهذا النوع الثاني بنحكي له البولي ساينابتيك بدنا نعرف عنه كثير تفاصيل بدنا نعرف كل نوع مواصفاته وامثله عليه فمثلا النوع الاول بنحكي له المونو سينابتك. من اسمه مونو ساينابتك مونو يعني واحد يعني بيكون فيه ساينا... ساينابسز واحد شو يعني فيه ساينابسز واحد يعني فيه تو نيورون فقط اللي متحكم في كل هذا النظام النيورون الاول بنحكي له السنسوري والثاني الموتور هياته شوفوا كيف ما فيش عندي انتر نيورون هياته انا عندي سنسوري نيورون مباشره في الحبل الشوكي ما في انتر نيورون بالنص من سنسوري لا نيورون في انتر نيورون بالنص لا السنسوري الاحمر الاسود الموتر وسينابسز واحد زي ما انتم شايفين فهذا النوع من الريفلكسز بيكون بسيط لانه زي ما انتم شايفين بتكون من خليتين عصبيات واحدة سنسوري تنقل الاشاره للحبل الشوكي واحدة متر تاخذ الاشاره من الحبل الشوكي تمام فبكون عند بكون هو سمبلست بسيط وبكون فاستر ردة الفعل بتكون اسرع في هذا النوع وزي ما قلت لكم في شيء في انتر نيورون وفي عندي سينابسز واحد يعني عندي خليتين عصبيات فقط اللي بشكلوا هذا النظام بدون انتر نيورون بدون ما يكون في انتر نيورون طبعا مثال عليه هياته نوع من انواع الريفلكسز بنحكي له الاسترتش ريفلكسز هذا الريفلكسز بيكون معتمد على نوع من المستقبلات اسمه المصل سبندل اللي هي ايش هي مستقبلات الاسترتش اوف مسل مستقبلات تمدد العضلة ما بدي ادخلكم تفاصيل بس العضله لما تتمدد زياده عن الحد الطبيعي وقتها بصير عندي استجابه انه ايش انها لازم تتقلص مباشره هاي الاستجابه تعتبر مونوساينابتك بدها بس النيورونين طبعا مين اللي راح يحس انه العضله تمددت زياده اللي هو المصل سبندل هاي مستقبلات التمدد هتعطي اشاره انه العضله تمددت زياده فالحبل الشوكي يعطي الاستجابه انه العضله شو انه العضله تنقبض طبعا النوع الثاني بنحكي له البولي سينابتيك ريفلكسز وهذا النوع اللي هو من اسمه بولي سينابتيك يعني ما بكونش عندي سينابسز واحد واحد ممكن يكون عندي اثنين او اكثر اه فبالعاده هذا النوع بيكون فيه انتر نيورون في هذا النوع تمام وبكون كومبلكس مش زي الاول سمبلست بكون هذا معقد وهذا بقعد لونجر او بيطول لونجر ديلي بيطول مش زي هذاك فاستر اسرع هذا ابطأ نسبيا وهذا ممكن ياثر على اكثر من افكتور مش افكتور واحد طبعا خليني اشرح لكم من هون هياته هي شوفوا كيف هي في عندي الخليه الاولى السنسوري بالاحمر وهي الخليه اللي هي بالاسود المتر في ما بينهم بالابيض ايش انتر نيورون في النوع الاول ما كان في عندي انتر نيورون هون عندي انتر نيورون هون عندي اكثر من سينابسز من ساينابسيز. هذا سينابسز وهذا سينابسز ثاني عشان هيك منها بولي ساينابتك طبعا هذا النوع من اللي هو البولي ساينابتك ريفلكسز قلنا هو معقد اكثر طبعا مثال عليه اللي هو ويذ درول ريفلكسز اللي هي الريفلكسز الاستجابه اللي هي بتكون مع السحب لما اسحب ايدي عن شيء سخن او اسحب ايدي عن شيء مدبب هاي الاستجابه اللي هي بتنشا او اللي هي عبارة عن اني اسحب ايدي عن شيء معين نسميها الوذي درول ريفلكسز هذا النوع من انواع الريفلكسز اللي ايش البولي ساينابتك بسحب فيها البادي جسمي او هاي عن ايش عن ستيميوليشن عن آه خلينا نحكي عن شيء معين اشي مدبب اشي حار اشي حامي هذا اكثر نوع معروف طبعا آه هذا النوع اللي هو الوذي درول ريفلكسز في منه نوع فرعي بنحكي له الفلوكسر ريفلكس يعني أنا ممكن أسحب إيدي بأكثر من طريقة في نوع من السحب اللي بكون بنسميه السحب الإنقباضي الفلوكسر ريفريك... ريفلكس هذا النوع هو مثال على الوذي درول ريفلكسز بس هذا اللي بدنا نعرفه اللي هو في مثلا بسحب ايدي عن شيء حامي فمعناته اللي بدنا نعرفه عن البولي سينابتيك ريفلكسز غير المعلومات هاي المثال عليه اللي هو الوذ درول ريفلكسز اللي هي استجابه السحب استجابه السحب في منها انواع ولكن استجابه السحب الاكثر شيوعا بنسميها فلوكسر ريفلكس هاي نسحب اسحب ايدي عن شيء حامي مثلا فمعناته لو اجاني فلوكسر ريفلكس هاي بولي سينابتك ريفلكس الفلوكسر ريفلكس هي نفس درول هي نوع من انواع درول ريفلكسز طيب طبعا هذا الموضوع كمان مش معاكم محذوف زي ما شفت لغايه هون احنا خلصنا الجزء الرابع وظل علينا اخر جزء باذن الله ويعطيكم الف